نصر أكتوبر المجيد، هذه الحرب والذكرى 51، الحرب التي استعدنا فيها الأرض، كل حبة رمل من أرض هذا الوطن بذل فيها الغالي والنفيس. لو استعدنا مع حضرتك الذكريات، ذكريات الحرب، وأنت أحد المشاركين في الحرب، ما الحكاية التي تود أن تخبرنا بها اليوم؟ يعني حضرتك بالنسبة للجيل أنا الذي أنتمي إليه، يعني شباب مصر في الفترة من 67 حتى 73 ديت من الفترات يعني أجمل الذكريات وأغلى الذكريات بالنسبة لهذا الجيل، بالرغم من قسوة هزيمة 67. في يونيو 67 احنا كنا شباب، يعني في مقتبل العمر، وكنا في المرحلة الثانوية، وكنا في المقاومة الشعبية، ووقع الهزيمة علينا كان مرينا للغاية، وما زلنا نشعر به بالرغم من حرب أكتوبر، بالرغم من حرب الاستنزاف، لكننا بالرغم قسوتها وبالرغم مرارتها لم نفقد الأمل إطلاقا. الجيل كله، شباب مصر في ذلك الوقت، كان يتطلع إلى اليوم الذي ستحرر فيه سيناء، وكان ما عندوش أي شك إن هذا اليوم هيتحقق، وإن احنا بالرغم من الصعوبات وبالرغم من الضغوط النفسية، فقد شن علينا حربا نفسيا شديدة. للأسف الشديد البعض في مصر في ذلك الوقت حاول أنه يستخدمها ضد الدولة وضد القيادة السياسية وللتشكيك في قدرة مصر على استعادة سيناء، ولكن كان هناك قوة للإرادة. لكن طبعا دي كانت قلة، لكن حضرتك جاءت حرب الاستنزاف، ثم جاء يعني إعادة بناء القوات المسلحة، دخول يعني في دخول المؤهلات العليا.